قال قائد شرطة محافظة ديال اللواء فيصل العبادي أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط شاحنة محملة بثمانية أطنان من الملابس العسكرية غير المرخصة. وأضاف العبادي في بيان له أن الشاحنة حاولت المرور في سيطرة الناي التابعة لناحية العظيم قبل أن يتم ضبطها. وأشار البيان إلى أن الشاحنة تحتوي على ملابس عسكرية مختلفة الأنواع وجعب وحقائب ثلاثية عسكرية وأكياس تحتوي على جهاز بندقية وحاضن بندقية وأحزمة مختلفة وحمالات مخازن بندقية.